شاهدينا خلينا دلوقتي نروح لهالة مرة تانية عشان تقول لنا آخر الأخبار الرياضية المحلية والعالمية. اتفضلي يا هالة. شكرا جمانة، شكرا عبد الصمد، أهلا بكم في موجز لأهم الأخبار الرياضية المحلية والعالمية. وأكيد بنبدأ نشرتنا الرياضية مع فريق الأهلي اللي فاز على الهلال السوداني في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بثلاثية نظيفة ليصل إلى النقطة العاشرة في المركز الثاني خلف سان داونز الجنوب أفريقي المتصدر برصيد 14 نقطة، وبنفس رصيد الهلال صاحب المركز الثالث. وتفوق الأهلي على الهلال في نتيجة المواجهات المباشرة بعد ما خسر الأحمر في السودان بهدف وفاز في القاهرة بثلاثية. فريق سان داونز الجنوب أفريقي فاز على القطن الكاميروني بنتيجة 2-1 في المباراة اللي جمعت الفرقتين في جنوب أفريقيا في الجولة السادسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا. بالنتيجة دي بيرفع سان داونز رصيده ل 14 نقطة في صدارة الترتيب، وبيحتل القطن الكاميروني المركز الرابع والأخير بدون رصيد من النقاط. واستقر نادي الزمالك على استمرار أحمد عبد المقصود في قيادة الفريق القروي الأول بالقلعة البيضاء خلال مباراة المصري البورسعيدي اللي هتتلعب يوم الثلاث الجاي على استاد الجيش ببرج العرب ضمن مباريات الجولة الـ 22 من بطولة الدوري الممتاز. وده نتيجة عدم حسم التعاقد مع المدير الفني الأجنبي الجديد اللي هيقود الفريق في الفترة المقبلة خلفاً للبرتغالي جوسفالدو فيريرا اللي تم إقالته بسبب سوء النتائج. نادي مانشستر سيتي فاز على نظيره ليفربول 4-1 ضمن منافسات الجولة 29 من الدوري الإنجليزي الممتاز. بالنتيجة دي بيواصل المان سيتي صاحب المركز الثاني رصيده 64 نقطة مطاردة فريق أرسنال المتصدر لجدول الترتيب برصيد 72 نقطة عن الأرسنال. ليفربول في المركز الثامن برصيد 42 نقطة. فريق أرسنال الإنجليزي فاز على ليدز يونايتد 4-1 في المباراة اللي جمعتهم على ملعب الإمارات ضمن منافسات الجولة 29 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجاري. بالنتيجة دي عزز أرسنال صدارته للدوري الإنجليزي برصيد 72 نقطة بفرق 8 نقط عن أقرب منافسي مانشستر سيتي. فريق أستون فيلا فاز على نظيره تشيلسي في مواجهات الجولة 29 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز بنتيجة 2-0، وبكده تراجع تشيلسي المركز 11 برصيد 38 نقطة وبفرق 11 نقطة عن دخول المربع الذهبي، بينما تواجد أستون فيلا في المركز التاسع بترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 41 نقطة. فريق برشلونة فاز على إلتشي 4-0 في المرحلة 27 من الدوري الأسباني لكرة القدم، ده الفوز الرابع على التوالي في الدوري للفريق الكتالوني، واللي بيتطلع إلى استعادة لقب الدوري الغائب عن خزائن النادي من 2019. فريق بايرن ميونخ فاز على بوروسيا دورتموند بنتيجة 4-2 في المباراة اللي جمعتهم ضمن مواجهات الجولة 16 من بطولة الدوري الألماني البوندسليغا. بالنتيجة دي بيتصدر بايرن ميونخ على صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الألماني برصيد 55 نقطة متفوقاً بفارق نقطتين على بوروسيا دورتموند صاحب المركز الثاني برصيد 53 نقطة. خلصت نشرتنا الرياضية.